أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يشهده التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة انطلاقا من علاقات الصداقة التي تربط البلدين الصديقين والتي تبنى عليها مختلف أطر التعاون الثنائي المشترك ومن بينها التعاون الدفاعي والعسكري. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر رفاع اليوم الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الجديد، حيث رحب سموه به مهنئا بتعيينه في منصبه الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مشيدا سموه بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما وصلت إليه من مستوى متقدم. وخلال اللقاء تم استعراض آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.